السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير يا ربي، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نصوم معكم واحد غريبه اقتصاديه وكتجي رائعه في المذاق، وكنتمناكم تجربوها، يعني شي حاجه اللي زوينه وسهله. يلا دابا على بركه الله ندوزوا المقادير. دابا على بركه الله هنا عندي جوج معالق ديال الكوك، النوعيه الممتازه. هنا عندي معلقه صغيره ديال النافع البلدي. هنا عندي جوج معالق ديال الزنجلان. بالنسبه للكوك اللي ما بغاش يديرو بلا ما يزيدو، يعني زعما على حسب الذوق. وعندي هنا 450 غرام ديال الفرز، جوج سلايف، جوج شاصيات ديال الخمارات ديال 8 غرام، وحده ديال الفاني. عندي هنا كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال سنيده، وجوج معالق ديال الكوفيتير السائل، وجوج بيضات. دابا ان شاء الله يا ربي غادي ندوزو للطريقه، ها نتوما معايا. دابا البنات بسم الله ندوزو للطريقه. ضروري واحد الرشيشه ديال الملحه. بسم الله. هاد غريبه البنات، كتجي قصيص اقتصاديه وكتجي شي حاجه اللي سهله دغيا كتوجد الا جاو عندك ضيوف الغفله. غادي نخلطو بسم الله، نخلطو البيض مع السنيده. غادي نزيدو كاس ديال الزيت، شاصية ديال الفاني، غادي نزيدو هاد النافع، الزنجلان. كتجي البنات بنينة والله العظيم، كتجي بنينة، شي حاجة اللي سهلة وبنينة. دابا غادي نزيد جوج معالق ديال الكوفيتير، نزيد الكوك. الكوك اختياري على حسب كل واحد، لما بغيش يضيفو الواحد ما يضيفوش، غير انا كيعجبني ديك الطعم ديال الكوك هكا فهاد غريبه، كتجي بنينه بديك المذاق ديال الكوك. ودابا غادي نزيد الدقيق على حسب الدقيق، يعني شحال القوام شحال غادي يزلي ديال الدقيق. المهم هنا انا عبر 450 غرام، وانا نشوف شحال غادي تهز لي. ملي كنبداو نخلطو المقادير كنشعلو الفران على حرارة 180 درجة من التحت ومن الفوق، باش ملي كنكورو ونسالي وكيكون سخن الفران. دابا غادي نزيد الخمارات.
على حسب البنات الفرص، على حسب كل الفرص، كاين اللي تيشرب وكاين اللي ما تيشربش. يعني بقاو نديرو غير بشويه بشويه ونشوفوا شحال غادي تهز لنا. انا صافي هزت لي 450 غرام، هما جوج زلايف. صافي غادي نجمعها وندوز ان شاء الله دابا باش نكورها معاكم. يلا نجمعها وندوز معاكم. دابا ما جمعتها، ما كتجيش قاصحه، يعني كتجي شويه ماشي جاريه وماشي قاصحه، يعني عاديه. كندهنوا يدينا بشويه بالزيت وكنبقاو نكوروها، كل واحد على حسب الحجم اللي بغى، وكنحطوها هكا في الصفيحه ديال الفرن. شي حاجه البنات الاقتصادي، هذا هي كتوجد وكتجي بنينه بهذا المذاق ديال الزنجلان والمذاق ديال النافع، كتجي والكوك كتجي بنينه وما فيهاش القوام بزايد، يعني داكشي اللي قليل ماشي زعما شي حاجه اللي كثيره. دابا ان شاء الله من بعد ما غادي نسالي غادي ندهنها. هنا البنات من بعد ما كورتها وحطيتها في الصفيحه ديال الفرن، بالنسبه للطبسيل دهناه ولا كان ورق زبده صافي يعني. وهنا درت بيضه وحده مع معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان وغادي ندهن بها. بسم الله. دابا البنات غادي ندهنها. غادي ندهنها كلها ورجع معاكم. دابا البنات من بعد ما دهنتها كلها، يعني على حسب كل على حسب الرغبه كل واحد، انا كندير لها هكا بالفرشيط. ودابا غادي ندخلها على فران سخون من قبل، ان شاء الله منين ندخلها غادي نخليها تطيب من الفوق، غادي نشعل عليها بحال الشكل ديال الغريبه البهله، ومنين يطيب من الفوق نهبطها عاوتاني لتحت ونرجع معاكم ان شاء الله في الشكل النهائي. بعد ما خرجت من الفران كنتمنى تعجبكم، وان شاء الله يا ربي تجربوها. المذاق رائع، ديك النكهه ديال النافع والزنجلان كتجي كتعطي واحد المذاق رائع، ومع ديك الكوك. ان شاء الله يا ربي تجربوها لوليداتكم هكا الكوتي المدرسه. وحنا ديما تنقلبوا على شي حاجه اللي كتكون اقتصاديه، شي حاجه اللي كتكون سهله. بالنسبه لهذه سهله واقتصاديه ودغيه كتوجد. كنتمناكم يا رب تجربوها ان شاء الله باذن الله، ونقص معكم وحده هي كتجي رطبه، والمذاق ديالها ما نقول لكمش البنات، غير جربوها غادي تعجبكم. وان شاء الله يا ربي شجعوني وديروا لايك البنات، ديروا لايك وشجعوني وتابوناو عندي في القناه. مرحبا بكم والف مرحبا، وحتى الفيديو واحد اخر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.